الفيديو ده بإذن الله هنتكلم عن عناوين منفصلة، والعناوين دي هي تكملة الجزء بتاع الفيجن. البداية اي موفمنتس. الاي موفمنتس عندنا هنتكلم على 5 حركات للعين. اول موفمنت ساكنك اي موفمنت. يعني ايه ساكنك؟ فرضنا ان انا قبل ما ادخل لجنة الامتحان الفاينل قدامي 5 دقايق، واحد قال لي خد بالك الحته دي بيقولوا مهمه جدا وممكن تيجي، انا ما عنديش وقت ان انا اقرا على ايه، عينيا بتتحرك بسرعه على الكلام كانها بتتنطط على الكلام. رابيد اي موفمنت، سكتت اي موفمنت. بصراحه ما بتفيدش، علشان تفتكر معلومه لازم تقعد في البرين على الاقل 5 دقايق، فالسكتت دي قرايه سريعه. رقم 2 سمعتوها مع النيستاجمس. معروف النيستاجمس اخدتوه في الموتور في الهاير فانكشن. حركه العين رايحه وراجعه تو اند فرو، تلاقي فيه زي رعشه في عينك. المثال البسيط ليها فيسيولوجيكال هو انت راكب دلوقتي قطر بتبص للشباك، عواميد التلغراف موجوده على جانبي الطريق، ما ينفعش تسيب عينيك وتخليها تشوف اللي تشوفه والسلام، ما ينفعش. تلاقي عينيك بتتحرك ببطء مع العمود اللي فاتك وبسرعه مع العواميد اللي ماشيه في اتجاه القطر. سميناها اوبتو، يعني اوبتو اللي هو العين، كاينتيك نيستاجمس. حركه العين بسرعه بتبقى سلولي في الاوبز دايركشن وبتبقى رابيد ان ذا سيم دايركشن، عشان تبقى صور العواميد متصله ببعض. رقم 3 كونفرجنس، وده احنا قلناه في بدايه الفيجن. كونفرجنس معناها ايه؟ ان انت بتبص عادي فار فيجن وفجاه اجيب حاجه قصاد عينك. لازم التو ميديال ريكتاي يمين وشمال يعملوا كونتراكشن علشان يحصل كونفرجنس واشوف الالم ده حاجه واحده. نيجي بقى الرقم 4 اسمها فيكسيشن موفمنت. يعني ايه بقى كلمه فيكسيشن؟ نفترض ان انا بكلم واحد دلوقتي، انا باصص وجي واحد على يميني كلمني، فانا حركت راسي علشان اشوفه. الاول انا بدات الحركه دي فولانتري بارادتي، ثم بقت ان فولانتري. يعني ايه؟ حركت راسي عشان اكلمه، وبعد كده ثبت الفيجوال فيلد. تثبيت الفيجوال فيلد ده ان فولانتري، فالحركه دي بدات فولانتري زائد ان فولانتري. رقم 5 بقى جميل قوي اسمها فيستيبولار اي موفمنت. معناها ايه؟ انا بلبس كرافات وجي واحد بيكلمني. عارفين ان لبس الكرافات محتاج لتركيز ناحيه طويله وناحيه قصيره. انا وانا بكلمه برضه عايز اركز على اللي انا بعمله، فلازم يحصل ايه؟ وانا بكلمه عينيا بتتحرك سلولي للحاجه اللي انا بعملها عشان اثبت الفيلد بتاعتها. اللي يخلي عينيك تتحرك بسرعه وانت تعمل موتور اكشن زي ربط الكرافته اسمها فيستيبولار موفمنت. يعني الفيستيبيول اوف ذا انر اير بعتت لك امبلس عشان تثبت الفيلد بتاعك وانت بتكلمه. يعني انا عينيا بص على الكرافته وبكلمه، ببص بسرعه كده ليه واكلمه وعينيا مثبته على اللي انا بعمله. كده انت عندك 5 اي موفمنت. كده احنا ده الجزء الاول. افتر ايمج، المقصود بافتر ايمج يعني ايه؟
صورة كنت شايفها، ولو غمضت عينك لسه شايفها، يبقى دي اسمها after image sensation of the image after removal of it. يعني خد التعريف من الاخر الاول، صورة لسه شايفها على الرغم ان الصورة دي ايه؟ الرؤية بتاعتها انتهت. يعني يا دكتور ادينا مثال، انا دلوقتي قاعد في مكان منور في لمبة، فجأة قفلت اللمبة دي او قفلت هنا ضوء الأوضة او غمضت عيني، لسه شايف الفلاش بتاع اللمبة دي في عينيا، حاسس بيه على الرغم ان انا قفلت عيني، غاب الاستيمولس. فسموا الموضوع ده positive after image. positive يعني لسه الصورة وإحساسها إيجابي في عينك. دكتور تعال استنى بقى، أنت قلت لسه حاسس بالصورة أو شايفها في عينك على الرغم إنك أنت قفلت عينك، أنت شايفها بإيه؟ after discharge. فاكرين يا جماعة في السنسوري في البداية قلت لكم الاستيمولس وقف وما زال الريسبونس مستمر. يعني ايه؟ زي انا اتلسعت بنار، طب ما انا اتلسعت سحبت ايدي عملت فلكشن وذرول، ما زلت البايسبس عندي في حاله كونتراكشن على الرغم ان انا بعدت ايدي. ده كلام زمان بتاع السنسي. ايه علاقه الكلام ده بالنهارده؟ الاستيمولس وقف، انا قفلت عيني مش شايف ضوء، ما زال الترانسميتر اللي خارج من الفوتو ريسبتور مكمل وبيبعت بستشارج للبايبولر سيل، جانجلين سيل، اوبتيك نيرف، كيازما تراكت، سارس كورتكس، ولسه شايفها لفتره معينه. ده بوزيتيف. في نوع تاني اسمه نيجاتيف افتر ايمج. فكرتها ببساطه ايه؟ اهي هرسم دايرتين جوه بعض، دايره غاب سودا ودايره بره فاتحه، وايه اللي هيحصل؟ انت داخل معرض بتبص على اللوحه دي، السنتر دارك والسراوندينج لايت، وبتبص عليها لمده مثلا 10 دقائق نص ساعه، وفجاه حولت نظرك على لوحة تانية بيضاء تماما، الغامق هتشوفه فاتح والفاتح هتشوفه غامق. ايه ده؟ ليه يا دكتور؟ تعال نقول الغامق اللي كان في النص كأنك في وقت الدارك، ما هو الدارك الدنيا ضلمة، السنسيتيفيتي تو لايت اخبارها ايه؟ عالية جدا. فاكرين جدول المقارنة بين الرادز والكونز؟ الرادز تشتغل بالليل بكمية ضوء قليلة وحساسيتها ليها عالية. حول انت نظرك من حاجة غامقة لحاجة تانية، هتلاقي الغامق بقى فاتح، لأنك غيرت في السنسيتيفيتي تو لايت، ما بقتش شغالة، والفاتح العكس، كانت السنسيتيفيتي للضوء عنده قليله، كانك في ضوء النهار ومشغل الكونز، فلو حولته لحاجه ثانيه فاتحه اكتر مش هيشوفها، فتتشاف غامقه. الله، يعني انت عايز تقول ان الموضوع ده اسمه نيجاتيف افتر ايمج. فين الايمج هنا؟ اللوحه بعد ما نقلت نظري من الغامق والفاتح للوحه تانيه بيضاء حصل العكس في الرؤيه، سميتها نيجاتيف افتر ايمج. اخر عنوان عندنا حاجه اسمها فليكر. فكرتها ببساطه هجيب دايره والدايره دي فيها فتحات، واحط ورا الفتحات دي مصدر ضوء وليكن لمبه. اللمبه دي لما تكون قصاد الفتحه هتشوف من خلالها ضوء. طيب
لو فرضنا ان ضوء اللمبة ده بين الفتحتين دول مش هتشوف حاجة. فاتفقوا دكاترة الفيسيولوجي على نقطة مهمة، علشان تشوف الضوء باستمرار لازم سرعة الضوء يكون ليها حد أدنى، حد أدنى للصورة أو السرعة اسمها كريتيكال، معناها حرج، حاجة زي الثراشولد كده. سرعة الضوء اللي خارج من اللمبة ما يقلش عن سرعة معينة عشان أشوف الضوء باستمرار. هتقولوا لي كلام غلس وسخيف، تيجي نسجله؟ كرتون توم وجيري الشهير. الراجل اللي عمل الكرتون ده بتاع ديزني عمل صور ثابته، والصور دي قعد يرسم توم عمل وجيري عمل الكلام ده، لما جه عرضها عرضها بسرعه معينه، انت ما حسيتش ان الصور ثابته، حسيت ان هما بيتحركوا، لان سرعه الفيلم او المونتاج كانت اعلى من الكريتيكال فيوجن فريكونسي. يبقى ده زي بالظبط السينما، ستيشنري، صور صور صور، لقطات. طب اللقطات بتبقى ورا بعض موشن بيكتشرز، وبالتالي شفتها بطريقه جميله. يبقى نهايه الفيديو ده اي موفمنت اتكلمت على خمسه، والافتر ايمج اتكلمت على بوزيتيف ونيجاتيف، وقلت يعني كلمه فليكر ويعني كريتيكال فيوجن فريكونسي واهميتها افلام الكرتون. في حته صغيره عايز اقولها بس، الاكسترا اوكيولر ماسلز بتتذاكر من الاناتومي او العملي بتاعنا. في مرض اسمه سكوينتا او الحول، انك تشوف الحاجه اتنين. ايه سبب الحول الرئيسي؟ ميديا راكتس في عين مش شغاله والعين التانيه سليمه، فدي عملت كونفرجنس والتانيه ما قدرتش تعمل كونفرجنس، وبالتالي العين دي اللي بايظ فيها ميديا راكتس اتحركت لاترال، لان الميديا ايه القوه اللي عكسه؟ لاترال راكتس، عين اتحركت لبره وعين دي اتحركت لجوه، شفت الحاجه كانها اتنين. وانا فقدت اهم ميزه كورسبوندينج بوينتس. احنا اتفقنا قبل كده ان اي صوره لازم تقع على نقطتين متناظرتين في الرتب، هنا مش النقطتين قصاد بعض، ده هما في اماكن مختلفه. السكوينت اسمه العلمي الاخر الرخم سترابيز ماس يساوي سكوينت.